طائرة درون تقتحم النيران دون أن تتعطل نهائياً، متحملة أقصى درجات الحرارة في مهمتها البطولية لإنقاذ الناس. قصتنا اليوم يا سادة تعود إلى لندن عام 2017، حيث شهدت المدينة أحد أسوأ حوادث الحرائق في تاريخها، وهو حريق برج كارنفال الذي اشتعل في مبنى سكني عال وأودى بحياة 72 شخصا. وهذا الحادث أثار استغراب وحزن الأستاذ ميركو جوفاتش، مدير مختبر الروبوتات الجوية في كلية إمبريال في لندن. ومن هنا بدأت فكرة تطوير درون خاص يسمى فاير درون، المقاوم لدرجات الحرارة العالية جدا ومساعدة رجال الإطفاء في مهماتهم، ويتميز بحمله كاميرات حرارية وRGB وحساسات لقياس مستوى الأكسجين والغاز والسمية في المحيط. وبهذه الطريقة يمكن للدرون تزويد رجال الإطفاء ببيانات مهمة عن مصادر الحرائق وحالة المباني وموقع المحتجزين. لكن كيف يستطيع مقاومة الذوبان والتعطل في هذه الظروف؟ حسنا، هذا يعود إلى تصميمه المبتكر والمواد التي استخدمها فريق جوفاتش. فهذا الدرون مغطى بمادة تسمى إيروجيل، وهي مادة خفيفة وعازلة جدا للحرارة. كما أن المحركات والأجزاء الإلكترونية للدرون موضوعة داخل كبسولة تبريد يجعله لا يتأثر بالحرارة نهائيا. وهذا الدرون يا سادة ليس الأول من نوعه الذي يستخدم في مكافحة الحرائق، فهناك درونات أخرى تستخدم لأخذ صور جوية أو رفع خراطيم الإطفاء أو إسقاط مواد مضبطة للحرائق، لكن هذا الدرون هو الأول الذي يمكنه الطيران في مسافة قريبة جدا من الحريق دون أن يتلف.